لو احنا اتكلمنا على سرطان النخاع بيطلق على نوع معين من سرطانات الدم، وهي اللي تسمى الميلوما المتعددة. الميلوما المتعددة تيجي في النخاع العظمي وتصيب العظم، تؤثر على الكلى، تؤثر على ارتفاع الكالسيوم، تؤثر على الأنيميا. ولكن لو احنا اتكلمنا بطريقة أوضح شوية، ايه هو النخاع؟ احنا عندنا في جسمنا النخاع العظمي ده موجود داخل العظم، هو مادة سائلة بيكون خلايا الدم، كرات دم بيضاء، كرات دم حمراء، صفائح دموية، هو ده النخاع. لأن في بعض التباس عندنا بالنخاع الشوكي، مفيش حاجة اسمها نخاع شوكي، اسمه الحبل الشوكي، ده خاص بالمخ والأعصاب، ليس له أي علاقة بأمراض الدم تمام. فبالتالي أما نقول كلمة سرطان النخاع هي ترجمة للميلوما المتعددة. سرطان الدم لما بيطلق هو وارد إن هو طالع من النخاع، يعني النخاع العظمي اللي جوه العظم هو اللي طلع سرطان الدم الحاد وسرطان الدم المزمن والميلوما المتعددة.